بس الاسئله اللي تجيك من المتابعين او من المشاهير منين تجيب الاجوبه مالتهم؟ واي ناس يريدون يعرفون هذا الموضوع. افضل صانع محتوى تعليمي بالعراق ومن بين افضل صناع المحتوى بالعالم من شركه تيك توك من الصين، اول درع يدخل العراق استلمته انا. طيب بمبش، اغلب اللقاءات اللي طلعت بيهم تذكر المصممين حصرا، ليش؟ انه جوجل صح كل شيء موجود بيه، ولكن مو كل شيء صح. انت اليوم كمسلم تقدر تسوي لك موقع على جوجل، تحط سؤال وتحط جوابه. يلا دبلي ورقه زايده، منو راح يغادرنا؟ قدم شيت انت وزوجتك، انت وامك، انت ووالدتك، بما يرضي الله قدم، ما عندي اي مشكله وياك. طيب كم عدد سور القران الكريم؟ واكثر شيء اللي نرفزني الصراحه انه موضوع الجنه والنار. تعرف منك أسوأ صناع محتوى عبر منصه التيك توك ثلاث اسماء. انا دخن جقاير، صارت عندي مشكله بقلبه يعني، ومؤهله هاي المشكله اذا ما جاي ياخذ لها علاج حاليا، اذا ما استمر العلاج يحطوا له بطاريه لقلبه.